تربية. إشكال إن يعني مرات تحتاج دعاة ضابط يكون مثلاً تلقى ما شاء الله ملتزم يعني، وطبيب مثلاً تلقى واحد ملتزم يعني، إذا أقصد ما يخلي إنه يكون يتعلم وهو في مشرط دراسة شرعية شيء، أنا أقصد خل حث الولد على الدراسة هذا يقينه طبعاً، بس حلو إنك تلقى مثلاً مرات في مجتمع، أعطيك مثال أنا في الكيوسي تفضل، تلقى القليل تلقى مثلاً ملتزم وكذا، حلو إنك واحد والله شرعي فعلاً يعني، أساس يكون بين مجتمع هذا كله يكون واحد عنده شرعي وعنده كذا عرف يعني، أنت يعني قد يفهم من كلام شيخ كنا قد يفهم أنا أقول يعني ها إن يجمع لحد يدرس الطب، هذا أدري عارف شنو قصدك بس للتوضيح يعني، لحد يدرس الطب بدون بالشريعة هذا خلوها الناس ثانيين شيء يعني. واضح شو أبو صالح الله يسلمك. نعم احنا يعني حديثنا عن وصيه الانبياء، وصيه يعقوب حقيقه. طيب هذا العلم كيف ياتي؟ كيف ياتي؟ تبي ثبات الدين والدنيا ياتي، والارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن الحاصل يعني الناس يصرف ابنه عن شنو؟ عن تعلم الادبي. انا والله ما ابيك مثلا تقول كذا. طيب زين احنا هذا المهندس وهذا الطبيب من يدرسه؟ من يحفظه؟ لو يجمع بين الخيرين. طيب لو كان مثلا طبيب ونوى في نيته انه والله اني انفع المسلمين، يؤجر لا شك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مع النية هذه شيخ اضيف معها درس شرعي. طيب هل تضمن ان شاء الله؟ هل تضمن؟ انا اقصد مرات هي رغبه يعني، رغبه الولد نفسه اني انا ما راح ادرس بس انا يعني في بذره. نحن اخواني نلخص هذا الكلام الله يحفظكم، حتى مثل ما تفضل اخي الكريم حتى لا يحصل اشكال. نحث يعني مثل الشيخ ابن عثيمين ايش لما ذكر ابنه عبد الله رحمه الله ما كان يلزم اولاده، وهذا والله احنا نفعله يعني. يعني مثلا الاولاد خاصه بالنسبه للمحل الديني الحين، لو وصل عاشر وانت بتروح علمي روح علمي، ما 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 الزمه. ولكن المقصد خلنا نشجع أولادنا على إيش؟ على طلب العلم، لأن الأمة بحاجة، الأمة بحاجة إلى طلاب العلم، إلى دعاة. أما والله مثلاً أبيك أنا ما ألزمه وأقصبه إلى يعني، لا أبيك والله مثلاً تكون كلية شريعة، لا أنا والله مثلاً رغبتي في كذا، كيف يروح؟ بس أوصيه ابتداء. نعم وحثه، خاصة إذا كان ذكي وكان نابغ وعنده ما عنده أشجعه. نعم نعم